الآن إلى أكثر المقاطع تداولاً، حيث كان ظهور المذيعة التونسية رانيا التومي أثناء تقديم النشرة الجوية على قناة نسمة أمس الأربعاء 14 من فبراير، كان حديث مواقع التواصل في تونس. لماذا؟ دعنا نتابع ماذا فعلت هذه المذيعة. معتدلة من 15 حتى 25 كيلومتر في الساعة مع البحر، قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، مش تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 21 درجة بالشمال، 16 و 21 بالوسط والجنوب. نختموا كالعادة بالشروق والغروب وأوقات اتصالات شروق الشمس يكون مع 7:07 دقائق، الغروب مع 6 متاع العشية نتعداو لأوقات اتصالات الصبح مع 6 غير 4، صلات الظهر مع ماضي ساعة غير 4، العصر مع ماضي 3:34 دقيقة، المغرب مع 6 دقيقتين والعشية مع 7:27 دقيقة. فيها جو رومانسي أكيد، كل واحد فيكم حضر حويجة، مش المهم في الهدية، المهم طريقة تقديمك للهدية وقلبك وروحك الصافية اللي هي تنجم تكون أحسن هدية وفرصة نقولوا لعائلتنا لأصحابنا وحبيبنا نحبك ونسبة. تبعت لكم برشا حب من بنزرت البنجلتين. خليكم مع بقية برامجنا، كنت معكم رانيا مباشرة من استوديو خلي القلب يرادس اللي بتقول لكم بكل حب باي باي.